اذا هلا راح نعوض هون، بدي اخذ الان اف اوف زد 1 شو بتساوي؟ بدي اعوض محل زد هون راح اخذ 0.17985 مضروبه في 0.4 بلس 0.32 جي بلس 0.10535 على بعدين عندي تحت زد سكوير، زد اللي هي 0.4 بلس 0.32 جي تربيع ناقص 0.9167 زد، زد اللي هي 0.4 بلس 0.32 جي، واخر شيء بلس 0.2 نضرب اللي فوق. تنقليني هدول الارقام ولا لانه ممكن اسرع من هون مباشره. هلا بصير عندي هون 0.177729 جي بلس 0.057552. مضبوط هذا الرقم منطقي؟ المفروض انه صحيح. بعدين عندي تحت بصير 0.4 في 0.4 بتعطيني 0.16 ماينس 0.1024 بلس 0.256 جي minus 0.36668 minus 0.293344J plus 0.201. أنا بس أخذت بسط، عم ببسط، هي 0.16 هي 0.4 تربيع، 0.3J 0.32J في 0.4 زائد 0.32J في 0.4 بعطوني 0.256. ماشي واضح هاي من وين اجت؟ طيب هذا الرقم من وين اجى؟ 0.1024 من اثنين. لما اضرب 0.32J في 0.32J، الJ في J شو بتعطيني؟ ماينس. هي ماينس. و 0.32 في 0.32 بتعطيني 0.10. ماشي؟ إذا هدول الثلاثة من وين اجوا؟ فك القوس يعني، فك القوس اللي هون. بعدين بدي اضرب 0.4 في 0.916 بتعطيني هاي في الشجين، وعندي ماينس في الماينس بتعطيني ماينس هون، و 0.9 في 0.32 بتعطيني 0.29 بس هون في جين، والريل بارت نزل زي ما هو الريل بارت اللي هون. بنبسط اللي تحت بتطلع عندي الجواب النهائي. هلا في حد اقترح، مين اقترح؟ عيسى قال انا عارف انه ريل كان، ايش ممكن اعمل؟ اسرع العمليه، ممكن اخذ الماجنيتيود على الماجنيتيود بصير، بس بدي مضطر ابسطها اصلا، لازم ابسطها لجي الى ايش؟ لكومبلكس على كومبلكس. فانا عندي هون هلا هاي بتضلها زي ما هي 0.17729 جي زائد 0.057552 على، وهاي بتتبسط اخر شيء بتصير ماينس 0.10718 ماينس جي 0.073444. لاحظين الماينس اللي هون، وين راح تروح الماينس اللي هون؟ مين راح يلغيها؟ سكوير ولا تطلع 180 بعدين، كي بصيرش تكون نيجاتيف. وبعدين الواحد على اف اوف زد ايش راح يعمل هون عندي؟ راح تنقلب. هلا هدول اذا اخذت الماجنتيودز تبعتهم كابسولوت بصير عندي 0.1864 على 18 درجة اللي هي 4، واللي تحت راح تصير عندي ماينس 0.1135 على 19.2 degrees. اذا انا في عندي شوية خطأ من تقريبا، المفروض هاي الزاوية وهاي الزاوية يكونوا متساويين. اذا هذه بتطلع معي ماينس 1.6423 على ماينس 1.2 degrees. اذا اخذت واحد عليها شو بتصير؟ ماينس واحد عليها، الماينس بروح، فكي شو بتصير؟ واحد على 1.6، وهي الزاويه بحملها، يعني ممكن هون نقول انه هاي الزاويه هاي بتساوي 1.642، فكي بتطلع معي 0.6089. شو معنى هذا الان؟ شو بعمل؟ ليش؟ نعم تفضل. ايش السؤال؟ ليش احنا بننزل؟ الزاوية صغيرة جدا، وهي المفروض لو انا هون الحسابات دقيقة واخذت عدد كبير من الديسيمال بليسز تطلع زيرو، بس هي بس من سبب التقريب، انت شايف كيف عم نعمل هون، واحنا كمان عارفين انه كي لازم تطلع ريل، فلهذا بكون بس خطا في الحسابات، مش بس الاحسن انك تمشي بالخطوات وتتاكد انها صغيرة. 1 ديجري 2 ديجري تعتبر صغيرة. اوكي، ايش كان سؤالك هناك؟ يعني هاي قيمة كي اكبر قيمة لكي ممكن اضربها بس
جي اوف زد حتى ما يكون ستيب لانه لا هي مش ستابيلتي انت مش ستابيلتي هاي كي ايش بتجاوز ايش ايش اوفر شوت ستيب السيستم بضل ستيبل بعديها في قيمه ثانيه هلا رح نحسبها لكي اللي السيستم عندها بصير ان ستيبل طبعا اكبر من هاي هلا بنحسب بس هاي بضل ازيد فيها طب ليش انا ليش اوصلها وليش ما اخليها 0.3 سؤال مهم لاني كل ما زدت كي شو بتحسن عندي شغلتين بتحسن عندي رايس تايم فانا عم بعطيه انا عم بعطي صاحب المصنع احسن رايس تايم اقل رايس تايم حتى نكون دقيقين اقل رايس تايم اقل ستيدي ستيت ايرور نعم اوفر شوت بيزيد بس بوصل بضل على القيمه اللي هو طالبها انا ما يزيدش عن 4.6% هلا انت ممكن تقول له والله اذا انت بتتنازل وبتعطيه بتقبل اوفر شوت 10% ممكن اعطيك لسه رايس تايم ايش؟ اقل اسرع يعني راح يكون وراح اعطيك ستيدي ستيت ايرور اقل اقل بس هو هلا هون قرار بصير احنا بنغير كي وين بنحط الان كي؟ ال 0.6 هون وين راح تقعد كي؟ وين فيزيكلي راح تكون موجوده؟ في داخل ايش؟ كود هي كود في داخل الهيك في داخل الديجيتال مايكرو كنترولر راح تروح انت تقدر تاخذ الايرورز الاثنين هون احتمال انه في عندك اي تو دي كونفرتر بعد ما يا بتطرحهم برا يا بتطرح ايش عم تطرح من ايش؟ عم نطرح الاكشوال فاليو جايين من وين هذا؟ من ايش جايين؟ السنسر عم بطرح منه؟ اذا كان هذا انالوج وهذا انالوج بطرحهم الاثنين كانالوج برا وبعدين ايش بعمل فيهم؟ بعمل لهم كونفرتر في البيك في داخل البيك بصير عندي رقم هذا الرقم بايش بضربه؟ في كيف؟ 0.609 بطلعه بعدين وين بيطلع بروح على؟ على A to D كونفرتر على عفوا على D to A كونفرتر وبضل كونستنت لفتره قديش؟ سابلينج تايم تمام قديش اللي هي قديش؟ 0.2 seconds بضل وبيطلع هذا بيكمل السيستم من هون بعطيني ولما بطلع على الاوتبوت تبع البلانت رح تلاقي انه درج صغير او درج طالع او درج نازل قديش عرض الدرجه؟ 0.2 seconds وهذه هي قيمه كي اللي بتحقق في هذا الاوفر شوت الرايس تايم عند النقطه هاي قديش؟ نحسبه على السريع انا حتى بدون كي بقدر احسبه لاني عارف النقطه اللي مر فيها الروت لوكس كان عندها اوميجا ان بيساوي 4.7 راديانس بير سكند وكان زيتا بيساوي 0.7 اذا لو بدنا نحسب هون حد يمسك الاله الحاسبه يمشي معي صارت عندي اوميجا دي بتساوي اوميجا ان اللي هي 4.7 في 1 ماينس 0.7 سكوير مضبوط تطلع معي اوميجا دي وبعدين عندي بيتا بتساوي ار كوساين زيتا مش هيك اللي هي كوساين ماينس 1.7 بدي احولها لراديانس وبعدين راح احسب الرايز تايم تي رايز بيساوي باي ماينس بيتا على اوميجا دي اللي هي باي ماينس حط لي معي هذا الجواب اوميجا دي 3.3 قديش؟ 3.3 ايش وحدته؟ راديان بير سكند ما تنسوا الوحدات يا شباب طالبات بالامتحان راديان بير سكند بلاش تخسر علامات عليها وبعدين عندي كوساين 0.7 ار كوساين 0.7 45 ونص ونص هاي ديجري بس انا شو بدي اياها؟ تقريبا بتطلع باي على 4 مش هيك؟ مش باي 4 هاي ربع اليوم تمام اذا هون بصير عندي هلا باي ماينس باي على 4 على 3.3 راديانس بير سكند قديش بيطلع الرايز تايم؟ ثلاث ارباع باي على 3.3 0.7 اوكي سكند عندي السيستم هذا اللي انا صممته الان حطيت فيه كي حقق الاوفر شوت المطلوب اللي هو 4.6 اعطاني رايز تايم 0.7 وقيمه كي المطلوب عند هاي النقطه هي 0.6089 اللي بحطها لو طلب مني رايس تايم الان اقل من هذا الرايس تايم بدي اعلي الاوفر شوت بس لا هو بده الاوفر شوت يتحقق وبده الرايس تايم يكون مش 0.7 بده يكون 0.5 هل في حل بحل؟ ما في فيش حل بروبورشنال فيش قيمه لكي بروبورشنال كنترولر تحقق الشرطين طب لو طلب مني رايس تايم مقداره 0.9 سكند شو يعني هو عم بقول؟ يعني تزود قدر الكي افهموا السؤال اجى قال لي انا بدي الاوفر شوت ما يزيدش عن 4.6 والرايس تايم بدي اياه يكون 0.9 رح يكون زعلان اذا اعطيته 0.7 لا ما في مشكله ما مهتم بال تمام لكنه لو طلب مني رايس تايم اقل من 0.7 عندي مشكله لانه انا اعطيته رايس تايم اكثر يعني احنا عاده بالرايس تايم لما بطلب قيمه بقول كاني هاي القيمه او اقل ولما بقول الاوفر شوت لما بقول اوفر شوت هاي القيمه او اقل اذا هو لو طلب رايس تايم مقداره 0.9 سكند انت اصلا معطيه شيء احسن منه معطيه 0.7 بس لو طلب رايس تايم 0.5 سكند واصر على الاوفر شوت 4.6 بقدر احققهم الاثنين بقيمه كي؟ لا بدي انازل عن واحد او الثاني الحل الوحيد يحقق الشرط شو لازم اعمل؟
بدي اعمل كومبنسيتر كي هاي رح تبطل كي شو رح تصير؟ ايش رح يصير هون ينحط في داخل الكنترولر بطل كي لان شو صار؟ ترانسفير فانكشن بدها تكون ترانسفير فانكشن اوف زد بدها تصير ترانسفير فانكشن اوف زد اللي هي شكلها زد ماينس زد ماينس ان على زد ماينس بي رح يكون في عندي اضيف بول وزيرو للسيستم اللي هو سميناه في الانالوج شو كنا نسميه هذا؟ ليد كومبنسيتر ليد كومبنسيتر